وإذا ما يجيك حاكم عسكري وإلا سني، إذا مو سني ما يستقر العراق، السني أعدل من الشيعي، والسنة أهل حكم، والسنة تربيتهم تربية حكم، ثق بالله العلي العظيم، العراق ما يستقر ولا راح تصير لشارة، وسلسلة الدماء وكوكبة الشهداء مستمرة إلى ما لا نهاية. يلا ومن نحكي احنا يقولون ها طايفي طايفي عن ابوك ولك كلمة عن ما يخالف الله ويدك انطي لي واحد يسوي بلدي مثل قطر مثل النمسا نعل على امه على ابوه اللي ما يروح يبصم له بالعشره ايش حصلنا احنا من جماعتنا غير الكذب والفقر يلا سمي لي اسم واحد من باشر اروح انتخبه بلكي الله ينتخبونا واحد مثل اخو هدله يسوي بلدنا جنه جنة مال الله ويرجعنا لأيام العز والدلال أيام النهضة والازدهار والسلام والإمام أيام الحرية والديمقراطية أيام السفر للخارج وأيام الرخاء والرواتب المجزية يلا يلا الله ويدك يلا رشح لي واحد لو خميس الخنجر حاكم كان العراق هسه يجوز بمصاف الدول الأولى بالعالم بالسيادة بالاقتصاد بالتقدم وكنا رحمتهم والله بالوطنية لكن مو هذولا هو يراد لبخت العراق ليحكم خميس الخنجر كان سبنا العراق حادث الأردوغان لبني تركيا مثل رحمة الله على رفيق الحرير لبني لبنان كان راح يحكم أنقذها لا أبو سرمد إذا لزمها غير بظرف أربعة أشهر يسوي لك بغداد مثل اسطنبول وأحلى بعد وبسنتين بس العراق يكون الدولة الأولى بقارة آسيا اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياحيا يعني هو صحيح عنده مشكلة بالإنجليزي بس الرجل يطقطق لو هم راحت نكرون إبليس ذا بيك ترمي بس بالفصاحة واللغة العربية ما حد يلحقه لا أتحدد أنا أقول أن التسريبات الأمريكية قالت أن المتطرفة الفصائل الله الله